وأماني الشعب المصري وآماله في أن تتحقق عدالة اجتماعية، وأن يحصل كل مصري على حقه من العيش الكريم، وعلى حقه من التعليم، وعلى حقه من المسكن النظيف، وعلى حقه من الأمن في دياره ووطنه. نعاهد الله تبارك وتعالى أن نعمل ما حيينا بإخلاص وجد وتفان لخدمة هذا البلد الطيب وهذا الشعب العظيم. والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الغفور، أهلا وسهلا بحضرتك في القاهرة. أهلا وسهلا، شرف حضرتكم. أنا مش هسأل أسئلة نمطية، معلش، مع احترامي لحضرتك، يعني كنت أريد أن أعرف حضرتك يعني برنامج الحزب في معالجة الفتنة الأخيرة التي حدثت وأحداث مزبيره، وكيفية المعالجة بين الإسلاميين وبين الأقباط. الحقيقة أنا أظن أن هذه الفتنة يعني لها أسباب. الأسباب من أهم الأسباب أن هو عدم التواصل بين عناصر الشعب. كل يعني الأقباط تخندقوا بعيدا واعتزلوا يعني المجالس، وكذلك المسلمين أيضا تخندقوا وصار في بينهم فجوة. فأنا أرى أن يعني من الحلول المهمة جدا أن احنا نكسر يعني هذه الحلقة، وأن يتم تواصل ما بين الأقباط والمسلمين. أنا الحقيقة كنا يعني وضعنا تصور أن يتم دعوة بعض الأقباط إلى المؤتمراتنا، ولكن الحقيقة مشاركتهم بتكون قليلة. أنا بدأت أن أنا نفكر في إطلاق حملة أن احنا نذهب إلى يعني مجالسهم ونجمعهم في مجالسهم، وأن احنا نطمئنهم أن احنا يعني منهجنا التسامح والتغافر والتراحم بين أبناء الوطن جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، مسلمين وأقباط، يكون في تسامح وتغافر وتراحم وتعاون في بناء هذا المجتمع، لأنه هو يعني إحنا محتاجين لكل يد مخلصة وكل جهد مخلص لأبناء مصر. يعني متى ستبدأون هذه المبادرة؟ والله أنا يعني إحنا بدأنا فعلا إن إحنا يعني في موضوع التواصل، ولعل يعني الأيام القادمة ستشهد آثار يعني هذا التفعيل. يعني أنا متخيل خلال يومين أو ثلاثة أيام ستظهر يعني آثار هذا التفاعل، إن إحنا يعني تجمعات الأقباط يعني نحضرها ويعني نعرض عليهم برامجنا اللي هي بتدعو للنهضة بالمجتمع ونمو البلاد، والتي يشارك فيها المسلمين والأقباط. الأقباط يتخوفون من المد الإسلامي على الساحة السياسية ومجلس الشعب والرئاسة، فماذا ستطمئنهم بهذه المخاوف التي عندهم؟ نطمئنهم بأنهم يشاركون، لا ينعزلون، يشاركون. وكما أنا ذكرت لكم أن في يعني المشكلة الكبيرة أن الهجر، أن احنا أهجرهم وهم يهجروا المسلمين، ف يعني البعد جفا زي ما بيقولوا يعني. فالبعد جفا، فإن هو لو كان في تواصل وتفاهم واستماع، أنا أستمع لهم وهم يستمعون وأتحسس مشاكلهم وتخوفاتهم وتخوفاتهم، وان انا اطمئنهم، نرسل اليهم برسائل طمأنة. احنا الحقيقه نحاول قدر الامكان، احنا عملنا حملات للتطعيم، وحملات التطعيم دي راحت لتجمعات الاطفال وذهبت حتى دخلت الى الكنائس، و يعني عملت تطعيم للاطفال في الكنائس. فمثل هذه الـ يعني الفعاليات ممكن انها وغيرها ترسل برسائل طمأنة للأقباط إن شاء الله. حزب النور يضم أقباط في أعضائه؟ هو حزب النور يضم أقباط في بين أعضائه، ولكن أقول إن هو بعد ما تدخل عدد من الأقباط لعضوية حزب النور صار عليهم هجوم كبير جدا وتحريض يعني عليهم، فيعني هم يعني نشاطهم يعني لم يكن بالمستوى المأمول. نحن نأمل ان هو يعني الخطوط اللي احنا نقوم بها ان هم يرجعوا مره اخرى للنشاط والتفاعل مع نشاطات حزب النور. هل يوجد اعضاء حاليا مرشحين اقباط على حزب في حزب النور؟ للاسف احنا يعني لما فتح الباب لم يتقدم
احد من الاخباط يعني الترشح لنزول انتخابات مجلس الشعب. كم مرأة على حزب النور في مجلس الشعب؟ انا ما عنديش احصائيه دقيقه كم امراه نزلت، بس انا شفت بعض القوائم في اسكندريه وفي يعني الجيزه وفي كفر الشيخ، كان هناك نساء تقدمنا للترشح، منهن يعني الطبيبات والاعلاميات والاساتذه الجامعات، وان شاء الله عز وجل يتم اختيار قدر منهم كاف ان هو يقوم بحمل هذه الامانه وادائها على الوجه المرجو والمطلوب ان شاء الله. محجبات ام منتقبات؟ لا، هو احنا الحقيقه انا لما شفت يعني الاستمارات ما يعني لم اطلع على الاشخاص بانفسهم، ما حصلش ان انا تقابلت الا مع استاذه كانت في معهد البحوث، كانت يعني مجتهده ويعني كانت محجبه، واحنا نعمل ان هو يعني الذين او اللاتي يتم اختيارهم من يعني النساء يكونوا على مستوى مقبول من يعني الاطلاع ب يعني الدور المنوط بهم على اكمل وجه ان شاء الله. في حاله نجاح نساء من حزب النور ماذا سيقعدون؟ معلش انا اسف، اخر سؤال، سيكون المقعد في المجلس، هل هيتم فصل بين النساء ولا الرجال؟ لم اسمع في مجلس الشعب القادم، فعندما تنجح النساء على حزب النور متى يعني سوف يكون المقعد بينهم وبين الرجال؟ والله يعني هي نقطة ان احنا يعني ده مجلس للشورى، ومجلس الشورى زي ما بنقول يعني مجلس الشعب هو مكان للتشاور، والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الامر، شاورهم في الامر، هذا موجه للرجال والنساء، كون يعني الكيفية اللي تتم بها تتم بالكيفية اللي يعني يتراضى عليها الناس إن شاء الله تبارك. آخر سؤال، في حالة تشكيل حكومة من حزب النور هل سينضم فيها أقباط؟ احنا بنقول ان احنا لازم يكون زي ما قلنا في الكلمة ان يكون في عدالة ويكون في حق، دولة تقوم على العدل وتقوم على الحق، فيعني احنا بنرى اختيار مسؤولية على قدر الكفاءة والأمانة يعني كائنا من كان، فاحنا سوف يعني نطالب ان تكون المعايير قائمة على الكفاءة والأمانة في اي مكان من يعني اماكن المسؤولية، ده اللي بيأمرنا به ديننا ان هو من يعني ولى رجلا على عمل وكان غيره خيرا منه يكون يعني قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فاحنا نقدر ان هي تكون قائمه على الكفاءه والامانه ان شاء الله. شبكه كنترول حضرتك.